حصل لما كنت في نادي الإسماعيلي. أيوه. يعني معروف في النادي الإسماعيلي مش من الأندية الرأسمالية. مظبوط. اللي ممكن هي يعني إيه يجيب لك لبن العصفور. يعني إيه تشتغل باللي عندك. وتحاول تدبر أمورك يعني. أنا مؤمن بأنه عندنا في القاعدة في الناشئين في لاعبين كويسين. أيوه. ومؤمن بأن احنا زي ما طلعنا محمد صلاح في 1000 مليون صلاح. مزبوط. موجودين ممكن يطلعوا يعني. لو في تخطيط سليم. فمن عاداتي ان انا بنزل اتفرج على المباريات مش بس في النادي بتاعي اللي بشتغل فيه، لا في الانديه الثانيه. وكان في اتفاق بينه وكابتن على ابو جريشه، ربنا يديله الصحه. ربنا يديله الصحه. يا كابتن علي كان هو رئيس الجهاز، انا عايز كل اسبوع تطلع لي 5 لعيبه انت شايفهم يصلحوا كويسين يطلعوا يتمرنوا مع الفريق الاول. فكانت المجموعه دي تطلع تقعد في فتره تدريب وفتره اختبار لمده اسبوع. اللي انا اشوف بعيني انه ده ممكن بيقعد مع الفريق الاول، واللي لسه شويه او لا يصلح ينزل تاني تحت. فمن ضمن المجموعه اللي طلع احمد فتحي. فاكتشفت في حاجات، في مميزات وفي عيوب، ما فيش لعيب كامل يعني. طبعا. فالمميزات اللي فيه ان هو عنده قدرات بدنيه وروح عاليه وقتاليه وشراسه في الاداء وفهم للاداء لاي واجب في اي مركز تاديه. فبدات فيه في مركز الظهير الايمن. قبل ما حضرتك تكمل، اعتقد صوره النادي الاسماعيلي الكاس، كاس مصر. دي كاس مصر ان عبد القادر البرازي موجود تيالي، ولا مش الله يرحمه موجود. عبد القادر البرازي حارس المرمى. ده كان حارس مرمى مغربي. الله يرحمه. الله يرحمه. وعلى فكره بعد السنه دي طلع قرار بالاستغناء عن حراس المرمى الاجانب كلهم. طبعا الصوره دي بس عشان احمد فتحي، تقريبا كانت من اولى المباريات اللي لعبها احمد فتحي. كان موجود معانا. اول ما لعبته ظهير ايمن. اثبت جداره. اللاعب الوحيد اللي في مصر يستطيع اللعب في اكثر من مركز. ايوه. هو محمد بركات. شبه بعض في المراكز واختلافات في المواصفات. احمد فتحي لعب معايا ظهير ايمن. ايوه مظبوط. احمد فتحي لعب معايا في وسط الملعب، حائط صد في وسط الملعب. وكان زميله خميس جعفر، اثنين يعني كنت بقول عليهم لفظ لكن ما اقدرش اقوله على الهواء. ولا يعني. لعب معايا قلب دفاع. بس حضرتك بدات لما احمد فتحي بداته يلعب قدامي في البدايه. بقول لك بيلعب نص ملعب وبيلعب ظهير ايمن وبيلعب قلب دفاع، كل حاجه. في المراكز دي كلها. فهو لعب اكتر في الاسماعيلي في مركز وسط الملعب المدافع المحور. ايوه. وانت كنت وراه في جهه اليمين وكان على شماله وكان في موجود خميس جعفر. كان لما جه كان قبله سعد عبد الباقي. كان في قبله سعد عبد الباقي. وبعدين كان في معاهم محمد حمص ويعني طبعاً. كان في حمص ده كابتن حمام ابراهيم. أعظم ما تنساش حمام. حمام من اعظم اللاعبين. حمام يعني طبعاً. فالمجموعه دي كانت هي المسيطره على الموقف. فاحمد فتحي قعد فتره طويله كوسط مدافع. ايوه. لكن انا عملت مغامره باحمد فتحي. ناس كتير يعني قالوا محسن صالح ده اتجنن. انا خدته لعب اول ماتش دولي ضد منتخب فرنسا في فرنسا. منتخب مصر. وعلى الهجوم اللي انا اخدته. وعلى الاساءه اللي شفتها. ان واحد من الاساءه ليا بعد ما احمد فتحي ده استوى وبقى نجم وبقى لاعب اساسي في منتخب مصر وفي النادي الاهلي، يقول لا ده محسن صالح كان عنده بعد نظر. شكرين يا كابتن محسن. انا مش عايز شكرا. يقول بس الراجل ده كان عنده بعد نظر او كان عنده شويه جرأه.